ويكان. قصة جديدة وحلمة أخرى اليوم في ياس ويكان. حلمة بطلها شخص بدأ من تحت صفر ونجح باش يخلد اسمه في قائمة أعظم الشخصيات وأكثرهم شعبية عبر التاريخ. بطل قصتنا اليوم هو رجل الأعمال الناجح، رمز البذل والعطاء، رئيس الحكومة اللبنانية السابق رفيق الحريري. تولد رفيق الحريري عام 1944 في مدينة صيدا بالجنوب اللبناني في عائلة متكونة من 5 أفراد. الأب كان يعمل مزارع والأم ربت بيت. عاش رفيق الحريري طفولة قاسية بسبب قلة الإمكانيات المادية لعائلته، واضطر في عمر 8 سنوات للخروج للعمل، وإن كان يقوم بجني وتجميع المحاصيل الزراعية والمساعد على شحنها لحساب كبار المزارعين. وبالرغم من المجهود الكبير اللي كان يبذله وساعات العمل الطويلة اللي كان يقضيها بين المزارع، مكن رفيق الحريري من نجاح بتميز في مشواره الدراسي والحصول على شهادة ختم الدروس الثانوية بملاحظة امتياز. بعد مرحلة دراسته الثانوية قرر رفيق الحريري الالتحاق بجامعة بيروت العربية ودراسة المحاسبة، والمدة عامين كان واحد من ألمع وأكثر الطلاب تميز في الجامعة. لكن وبالرغم من اشتغاله كمصحح لغة في إحدى الصحف المحلية بالتوازي مع دراسته، إلا أنه أصبح غير قادر على توفير مصاريف الجامعة اللي عرفت ارتفاع كبير بسبب حالة الاضطراب اللي كانت تعيشها لبنان. وقتها اضطر رفيق الحريري للتخلي على حلم الدراسة والبحث على عمل من شأنه باش يساعده على توفير حاجيات وحاجيات عائلته اللي ضعفت الأزمة الاقتصادية اللي عرفتها لبنان من حالة الفقر اللي كانت تعيش فيها. 1966 وبعد العجز على إيجاد فرصة عمل في لبنان، تقدم رفيق الحريري بطلب هجرة للمملكة العربية السعودية. طلب قبل بالإيجاب وتحول رفيق الحريري للعيش في السعودية وتحديدا في مدينة جدة. في ظرف 6 شهور مكن الحريري من الحصول على عقد عمل كمدرس للرياضيات في واحدة من المدارس الابتدائية، تجربة دامت 3 سنوات. تلقى بعدها رفيق الحريري عرض للعمل كمساعد محاسب في شركة هندسية. قبل رفيق الحريري العرض اللي مثله فرصة لدخول الحياة العملية والعمل في ميدان كان يحلم باش يتحصل فيه على شهادة جامعية. قضى رفيق الحريري ما يقارب 4 أعوام في العمل كمساعد محاسب حتى أواسط السبعينات، وإن شهدت المملكة العربية السعودية ما تعرف بالثورة النفطية واللي كان لها أثر إيجابي كبير على الحالة الاقتصادية بالمملكة، وساهمت بصفة فعالة في ازدهار قطاع المقاولات وانتشار المباني الضخمة والعمارات العملاقة في كامل أنحاء السعودية. وقتها قرر رفيق الحريري استثمار كل مدخراته في مكتب صغير للمقاولات، ونجح في فترة قصيرة في فرض اسمه في السوق لحرصه الكبير على توفير أرفع الخدمات بأقل الأسعار. 1975 رفضت جل شركات المقاولة إنجاز مشروع فندق الطائف بسبب العرض المادي الصغير اللي تقدم به أصحاب المشروع بالمقارنة مع تكلفة المشروع الضخمة. رفيق الحريري كانت عنده وجهة نظر أخرى وقرر القبول بإنجاز المشروع، وكانت النتيجة تحفة معمارية وواحد من أفخم النزول في المملكة. وبالرغم من عدم حصوله على أرباح كبيرة، إلا أنه مشروع فندق الطائف مثل المنعرش في حياة رفيق الحريري العملية. هالأخير ذيع صيته وتهاطلت عليه العروض، وفي وقت صغير صارت شركة رفيق الحريري متخصصة في تشييد المشروعات العملاقة من نزل مباني ضخمة وقصور ملكية، وبروز دورها كمشارك رئيسي في عمليات الإعمار المتسارعة اللي شهدتها المملكة العربية السعودية في السبعينات. في أقل من 15 عام صار رفيق الحريري صاحب واحدة من أكبر شركات المقاولات في العالم العربي، واتسع نطاق أعماله باش يشمل قطاعات حساسة كما البنوك وشركات التأمين. نجاحات كبيرة وأرباح قياسية خليت رفيق الحريري اللي بدأ كمزارع بسيط يدخل في ثمانينات القرن الماضي قائمة أغنى 100 رجل في العالم. النجاح الشخصي ما كانش حلم رفيق الحريري الوحيد، تعلقه بلبنان ورغبته في تحسين أوضاع الفئات المهمشة في بلاده واللي كان واحد منهم بعد المكانة الكبيرة اللي وصل لها خليته يقرر العودة والترشح للرئاسة بالرغم الأوضاع السياسية المتشنجة اللي كانت تعرفها لبنان والخطر اللي مثله التقدم لهالنوع من المناصب. هات نشوفوا كيف شوفت حلمة رفيق الحريري. رجع رفيق الحريري لبنان ودخل غمار السياسة من باب الكبير بعد لأسس إمبراطورية إعلامية شملت كل أنواع وسائل الإعلام من مرئية مسموعة ومكتوبة، حث من خلالها على تكريس خطاب سياسي جديد حث فيها على لم شمل كل اللبنانيين والابتعاد عن النزعات الطائفية اللي دخلت لبنان في أكثر من حرب أهلية.
خطاب مغاير للخطابات التحريضية اللي كانت سائدة خلت شعبية رفيق الحريري تبلغ ذروتها، الشيء اللي تأكد بعد فوزه برئاسة الحكومة اللبنانية في 1992. فترة رئاسة دامت 6 أعوام، ارتفعت فيها نسبة النمو 8% وانخفض التضخم من 131 ل 25%. شملت مشاريع إعادة تأهيل البنية التحتية كل المدن وعرف الاقتصاد اللبناني فترة انتعاش كبيرة. 1998 اضطر رفيق الحريري تحت ضغوطات وتهديدات بالقتل من الداخل والخارج للتخلي على رئاسة الحكومة، لكنه بعد أقل من عامين نجح في الفوز مرة أخرى في الانتخابات واسترجع منصبه كرئيس حكومة لفترة ثانية دامت 4 سنوات، واصل فيها مشروعه الهادف للنهوض بلبنان بالرغم من كل الانقسامات والنزاعات الطائفية اللي كانت سائدة في المجتمع اللبناني. بالتوازي مع نجاحاته السياسية والدور الكبير اللي لعبه في وضع حد للحرب الأهلية وإعمار لبنان، وجه رفيق الحريري جزء كبير من اهتماماته للأعمال الخيرية، وين قام بتخصيص منحة دراسية على حسابه الخاص لأكثر من 40,000 تلميذ وطالب لمدة 20 عام. قام صرف جرايات مدى الحياة لعائلات ضحايا العدوان الإسرائيلي، وأنشأ أكثر من 20 مستشفى خيري من أعلى طراز، بالإضافة لتأسيسه لأكثر من 200 مدرسة ومعهد لتدريس الأطفال من فاقدي السند، وإيمانا منه أن العمل الخيري هو رسالة وعقلية يلزمهم يترسخوا في الأجيال القادمة. قام رفيق الحريري بعث أكثر من 30 مؤسسة خيرية برأس مال فاق 100 مليون دولار حتى يضمن تواصل هالأنشطة بعد رحيله. ولليوم يتذكر كل العالم كيفاش بارع رفيق الحريري بجزء كبير من ثروته للبنك المركزي اللبناني بعد لعجزة الدولة اللبنانية على تسديد ديونها والإيفاء بالتزاماتها مع المؤسسات المالية الدولية. 14 فبراير 2005، وبعد 6 شهور من تقديم الاستقالة من رئاسة الحكومة، يتم اختيار رفيق الحريري بعد لا تم تفجير موكبه بأكثر من 1800 كيلو من مادة TNT المفجرة. مات رفيق الحريري الرجل العصامي اللي من مزارع بسيط نجح باش يخلد اسمه في قائمة أعظم الشخصيات عبر التاريخ. رفيق الحريري نجح لأنه حلم، تعب وكافح لمدة 20 عام، أمن بحلمه ومشى وراه حتى للآخر، حتى الأعلى درجات النجاح والمجد. صحيح برشا نجحوا كيما رفيق الحريري، لكن قلة نجحوا باش تكون لهم شعبية كيما كانت الحريري اللي في موته بكيتوا كل لبنان بمختلف أطيافها، واللي لليوم اسمه مازال محفور في أذهان كل اللبنانيين. رفيق الحريري الرجل اللي سعى رفع المعاناة على أبناء شعبه، واللي بحث على رسم البسمة على وجه كل لبناني، تعاطفه مع الناس المحرومة وإنفاقه المبالغ طائلة في الأعمال الخيرية خلدوا اسمه في عقول قلوب كل اللبنانيين بعد لفهم أنه المعنى الحقيقي للنجاح هو في اقتسام النجاح مع أقرب الناس ليه، وأقرب الناس ليه كانوا الشعب اللبناني. وفات حلمة اليوم، واللي كما رسخت في أذهاننا أنه العمل، الإصرار والمثابرة هما المحرك الأساسي لأي قصة نجاح، خلتنا نعرف زادة أنه الأحلى من الوصول للنجاح هو تقاسمه مع الناس، وإذا كان الكلنا نلقاو متعة كبيرة في الأخذ، فإنه العطاء والبذل في سبيل الآخر يخليونا نحسوا بطعم ومتعة من نوع خاص، متعة تأديتك الرسالة إنسانية والإحساس بأنك ساهمت ولو بقدر بسيط في إدخال الفرحة على شخص كل ذنبه أنه ظروف الحياة خليته في حاجة ليك وفي حاجة لكل واحد في مقدوره باش يمدله يد المساعدة. وتذكر ديما أنه حاجة الناس إليك من نعم الله عليك. وفات حلمة اليوم، غدوة حكاية جديدة وحلمة أخرى، من هوني الوقتها ما تنساش باش تحط لروحك حلمة، أما ما تنساش زادة باش تعاون ولو بأبسط الأشياء ناس ما عادش قادرة حتى باش تحلم. امشي ورا حلمك للآخر، انجز، أمن وقول Yes, we can. Yes, we can.